دي قضية كبيرة جدا. ايوه الحكايه بتاعت فينيسيوس جونيور والعنصريه، والنهارده حتى الناس بتتكلم ان الموضوع في اوروبا كلها مش بس في اسبانيا، عشان كان الانتقادات على الدوري الاسباني فقط، الموضوع كبر قوي. مونو ويستحق انه يكبر يعني. قالوا له مونو قرد يعني. بص طبعا رئيس البرازيل بعت له برقيه على طول طبعا بيدعمه يعني طبعا، وان ده صبي فقير ومش عارفين، لكن نجح كذا. هو اطرد بس هو فقد اعصابه. والحقيقه يعني انا هفهم ان هو يفقد اعصابه عشان الموضوع متكرر ده. لا ده متكرر، انت حضرتك بتتابع كل مباريات ريال مدريد في الدوري الاسباني، كل مباراه كده خارج الارض، كل مباراه كده على طول على طول. اخيرا الفيفا يعني ابتدى هيبتدي يعمل اجراءات. اهم اجراء وانا شايف ان ده لازم يتطبق فورا في كل ملعب في العالم. كل ملعب فين في العالم؟ في العالم حصلت اساءات للاعب بسبب لون البشره، يعني اساءات عنصريه، الحكم عليه ان يوقف المباراه فورا. ثم اذا تكرر الامر على الحكم اعاده ايقاف المباراه، يروح موقف المباراه مره ثانيه. الحاجه الثالثه اذا تكرر مره ثالثه الاساءات العنصريه يلغي، تتلغي المباراه، والفريق اللي جمهوره بيعمل هذه الاساءات يتخصم منه 3 نقط. انا اعتقد ده كلام انفانتينو، ده كلام الفيفا، واعتقد ان هو ده هيبقى الاتجاه. رابطه الدوري الاسباني عايزه دلوقتي سلطات قضائيه اكتر عشان تعمل اجراءات جنائيه ناحيه الجماهير، الجمهور اللي يعمل اساءات عنصريه. مساله خطيره جدا، ده مساله بقت مشوهه للرياضه وكل. فيعني بص، عندما تكون هناك فوضى في اي بلد في الكون، مفيش حاجه اسمها قولوا في المدرسه علموا الولاد الصغيرين مش عارف يحبوا بعض، مش عارف. لا لا لا، ومجتمع والمنتاليتي والتطور والكلام ده كله، ادم سبت له ثغره اللي بس اللي عايز لما البشريه مرت بعصور كلها فيها انهيار وفوضى السيف صح بتاع القانون بالظبط كده، هو اللي يعني يعدل الميزان فورا. لكن طبطبة وعلموا الاولاد المدارس والمدارس ويحبوا بعض، والبشره السمراء والبشره الصفراء والمصفر، ده كلام انشا.